قال رجل لآخر إذا أكل هذه الأكلة له 40 ريالا وأكل لكن لم يعطه 40 ريالا وقال أولا نسأل الشيخ فما هو الحكم؟ هذا لا يجوز، 40 ريال حرام عليك، لأن الرهان هذه من أكل المال بالباطل، من فعل كذا فله كذا، هذا من المراهنات الباطلة وأكل أموال الناس بالباطل. نعم.